الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين الحبيب المصطفى محمد واله الطيبين الطاهرين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي الطلب الكرام درسنا اليوم حول انواع واقسام الكلمه في علم النحو في الدرس السابق ذكرنا تعريفا عن الكلمة ولكن هنا كما صنف المصنف ورتب أنه بعد التعريف بعد تعريف الكلمة يبدأ ببيان أقسام الكلمة في علم النحو فالكلمة كما هو على المشهور على ثلاثة أقسام وهي الاسم ثم الفعل ثم الفعل ثم الحرف هذه الانواع الثلاثه المشهوره للكلمه عند النحات وان كان على القول الغير المشهور هناك الكلمه تنقسم الى اربعه اقسام وهي الاسم والفعل والحرف والخالفه والخالفه هذا اسم اعتباري احد النحاة هو سمى هذا القسم الرابع بالخالفه سماه الخالفه باعتبار ان هذه الكلمه لا هي لفظ كلمه تلفظ ولكن ليس لها معنى كما في الاقسام الثلاثه الاخرى ولذلك بما أن هذه السهرة هذه الرابعة ليست لها معان ومفاهيم فالعلماء يعني علماء النحو أعرضوا عن هذا القسم ولذلك قالوا أن الكلمة على ثلاثة أقسام على المشهور خب بعدما عرفنا التقسيم فلا بد علينا أن نعرف هذه الأقسام الاسم تعريفه هو كلمة ما دل على لم على معنى في نفسه بغير اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة من الزمن الماضي والحاضر والاستقبال مثل علي زيد عباس حسن هذه أسماء لكن دلالتها دلالة ذاتية ونفسية بدون معونة أي شيء آخر فعندما تقول زيد كلمة زيد فورا دلالته الى الشخص الذي سمي بزيد وهكذا وعلي وحسن وبقيه الاسماء فاذا دلاله الاسم دلالتها ذاتيه ونفسيه بدون معونه اي شيء لكن دلاله مطلقه بمعنى انها لا يشترط فيها ملاحظه لا يشترط في دلالة هذه الدلالة ملاحظة أحد الأزمنة أن زيد اسمه زيد لكن دلالته في الزمن الماضي أو يكون في الزمن الحاضر أو يكون في الزمن اللاحق والمستقبل إذا هذا التعريف الصحيح الكامل المشهور عند النحاد فعلى الطالب أن يأخذ بهذا التعريف الجامع والمشهور والمؤكد لدى علماء النحو القسم الثاني للكلمه الفعل عرفوا الفعل بأنه كلمة أو ما دل على نفسه على معنى لكن مقترنة بأحد الأزمة الثلاثه، هذه الدلاله مقترنه بأحد الأزمة الثلاثه مثل نصر فنصر فعل دلالته على الحدث لكن هذا الحدث متى؟ في الزمن الماضي، في الزمن المنقضي عنه وقته. ومثل ينصر انه كلمه ينصر فعل مضارع بمعنى انه دلالته في الزمن اللاحق في الماضي في المضارع في المستقبل. ليس في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر. ولذلك تسمى هذا الفعل فعلا مضارعا قيد المضارع دلالته في الزمن اللاحق وكذلك انصر مثل انصر وانصرا اكتب اكتبا اكتبوا هذه افعال لكن دلالتها دلاله نفسيه يعني بدون معونه اسم بدون معونه حرف مثلا لكن اه اقترانه بزمن معين الآن أنصروا الآن أنصروا في هذا الزمن الحاضر الذي أنت فيه أنصروا أنتم فيه أنصروا ولذلك يسمى هذه الدلالة دلالة مطلقة لكن مقترنة بزمن معين بزمن معين فيسمى هذا فعل فعرفنا تعريف الكلمة وعرفنا تعرفنا عرفنا تعريف الاسم وعرفنا تعريف الفعل أما الحرف الحرف يقول ما لا يدل على نفسه لمعنى معين بل دلالتها بوجود احد الامرين اما الاسم او الفعل مثلا عندما تقول زيد على السطح الطالب في المدرسه فهنا في حرف لكن دلالته في إذا قلت بوحدها قلت مثلا في على عن حتى هذه هذه المفردات كلها بوحدها لا تدل على شيء مهمله ولكن إذا قارنته بالاسم أو الفعل قلت مثلا في المدرسه عرفت انه في هنا معنى الظرفيه لها معنى ومعناه الظرفيه المكانيه فهنا عرفنا ان له معنى ومثلا قلت مثلا مررت بزيد فباء بوحدها إذا تلفظت بها ليس لها معنى عندما تقول باء لا يعرف المشاهد والمستمع والمخاطب لا يعرف معنى من كلمة با ولكن إذا قلت مررت بزيد كتبت بالقلم فعندئذ المخاطب يعرف أنه باء هنا بمعنى السببية يكون بمعنى المصاحبة إذا قلت مرت بزيد بمعنى الالتصاق هذه تعاريف لهذه الأقسام من الكلمة من الاسم والفعل والحرف هذه نكتة ونكتة أخرى في هذا المجال أنه لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف أقسام عديدة بصورة مجملة الآن لسنا بفسد التفصيل أه بذكر واحد بعد الواحد جميعا بالتفصيل بالمعاني بموارد الاستعمال وأنواعه لسنا بهذا الصدد بل نذكرها إجمالا أن الاسم أه في علم النحو أه ما يتجاوز تقريبا يتجاوز عددها 15 اسما بصورة مجملة نذكر هذه الأقسام مثلا الاسم اسم العين يعني اسمه موجود خارجيا في الخارج المدرسه الشخص الانسان مثلا موسى علي شجر كتاب حجر هذه آه، هذه مثلا عين وعيون عيون في الخارج موجوده والاسم عندما تقول شجر هذا الاسم تدل على يدل على تلك الشجره وهكذا اسم عين واسم المعنى مثلا مثل الشجاع العلم التقوى الإيمان العزة الكرامة هذه كلها أسماء لكن أسماء المعنى الجهل مثلا فإذا اسم معنى وكذلك اسم الفعل اسم الفعل مثل هيهات صح مثلا هذه أسماء الأفعال وكذلك من الأسماء أسماء العدد من واحد إلى عشرة من واحد من عشرة إلى مئة من إيه إلى, إيه إلى ألف هذه الاسماء تسمى اسماء الاعداد وكذلك منها الاسم المقصور الاسم المقصور ما هو الاسم الذي يكون في اخره الف مثل موسى عيسى وكذلك والاسم كذلك الاسم المنقوص هو الاسم الذي في اخره حرف عله وكذلك اسم الاله مثلا المطرقه ومثلا اسم الآلة كذلك في كثير من الأمور المنجل مثلا المدرس مثلا هذه أسماء المحراث مثلا هذه أسماء لكن أسماء الآلة الآلة هي وسيلة بواسطة الفاعل يؤثر فعله على المفعول به فهذه اسم الآلة وكذلك من أسماء من الأس أقسام الأسماء اسم الإشارة هذا، هذه، هناك، هذه أسماء الإشارة وكذلك من تلك الأسماء اسم التفضيل مثلا أحسن، أكرم، أفضل، هذه أسماء لكن أسماء تفضيل اسم الجنس مثلا مثل شجرة، كتاب، دفتر أسماء الجنس. عندما تقول كتاب هذا الكتاب اسم جنس يشمل جميع أنواع الكتاب ومثلا عند الحك الحيوان مثلا الحيوان يشمل جميع انواع مثلا الحيوان من الانسان وغير الانسان وكذلك اسم الزمان اسم الزمان مثل يوم مثل ليل مثل نهار هذه اسماء الزمان وكذلك اسماء المكان المدرسه المكتبه هذه الاسماء وكذلك اسم الفاعل اسم الفاعل مثل ناصر كاتب ضارب دارس معلم هذه اسماء الفواعل الاسم المفعول كذلك من اقسام الاسم مكتوب منصور مضروب معمول مثلا محبوس هذه اسماء المفعول كذلك الاسم المنسوب هو الاسم الذي نسب مسماه الى مكان معين مثل مثلا طهراني دمشقي بغدادي النجفي ف هذه الأسماء التي ألحقت فيها آآ آخرها ياء النسبة نسمى الاسم المنسوب النجفي نسمي هذا الاسم المنسوب وكذلك الاسم المتمكن من الأسماء في علم النحو الاسم المتمكن وهو الاسم الذي متمكن من الحاق التنوين رفعا ونصبا وجرا مثلا زيدا زيد زيد فهذا الاسم اسم معرب متمكن وايضا يسمى متمكن امكن فاذا كل اسم متمكن من الاعراب لفظيا فنسمي هذا الاسم المتمكن وكذلك من تلك الاسماء الاسم اسم المصدر اسم المصدر مثلا ايضا من الاسماء مثل الوضوء 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 اسم مصدر ولكن مصدره التوضؤ مثلا التكاتب مصدر لكن الكتاب اسم مصدر اسم ولكن اسم مصدر يعني نتيجه الحدث نتيجه مثلا الطهاره نتيجه مثلا الدراسه مثلا الدراسه مصدر لكن الدرس اسم مصدر اذا هذه جملة من الأسماء لأقسام الأسماء أقسام الاسم الذي هو قسيم للكلمة فقسيم للفعل والحرف فعندئذ بعدما تعرفنا على تعريف الاسم وأقسام الاسم الآن علينا أن نذكر أقسام الفعل وذا كان تعريف الفعل ولكن أقسام الفعل بصورة مجملة بصورة مجملة وبدون تفصيل أن الفعل في الخارج يتحقق بأحد أمور سبعة هذه السبع عبارة الماضي والمضارع والأمر والجحد والنفي والاستفهام والأمر الآخر سأذكره إن شاء الله فإذا والنفي إذا هذه سبعة موارد هي موارد يمكن تحقق الفعل في كل منها هذه السبعة كل واحد منها ينقسم إلى أربعة عشر صيغة أربعة عشر فعل مثلا في الماضي في الماضي هناك أربعة عشر صيغة والفعل يمكن اشتقاقه من المصدر لكن في الزمن الماضي في الماضي مثلا على سبيل المثال نصر نصر نصروا نصرت نصرتا نصرنا هذه الستة نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن هذه الستة ما ونصرت نصرنا فعل متكلم وحده ومتكلم مع الغير إذا هذه 14 صيغة أو الفعل في الزمن الماضي هكذا في المضارع 14 في الأمر 14 في في النهي 14 في النفي 14 في الجحت 14 في الكلمة وكذلك في الاستفهام 14 فإذا ضربنا 14 سبعة في 14 النتيجه تكون 98 كلمه اذا نحن بصوره مجمله بامكاننا ان نستنتج ان الافعال التي تتحقق من خلال هذه الموارد السبعه يمكن ان تصل الى عدد هذه الافعال تصل الى 98 فعلا هذه بصوره مجمله اقسام الفعل واما الحرف كذلك إذا بحثنا وحققنا إخوانا الأعزاء في اللغة العربية لنجد الحروف على أقسام أولا الحروف بصورة كلية تنقسم إلى قسمين حروف المباني والتي هي حروف الهجائية والتي تكون عددها 28 حرفا من ألف إلى ألياء كما هو المشهور لكن غير المشهور أنه أضاف الهمزة على ال هذا العدد صار 29 حرفا اذا في تعداد الحروف الهجائيه او المبانيه هي على المشهور 28 حرفا وعلى غير المشهور 29 حرفا اذا هذا القسم الاول من هذه الحروف الثاني القسم الثاني من الحروف الحروف يسمى حروف المعاني حروف المعاني هي التي تكون متداوله في علم النحو قبل ان ندخل في هذا يسمى حروف المباني مبانيا لان بناء كل كلمه متكون مكون من احد من من عدد من هذه الحروف حرف مثلا واحد حرف مثل الباء حرف واحد او مثلا تجد مثلا كتاب كلمه كتاب حروف مبانيه هي اربعه الكاف والتاء والالف والباء حروف المباني لكلمة كتاب هذه الحروف الأربعة وربما يكون أكثر كقلم مثلا ثلاثة كاليد مثلا حرفان وما شابه ذلك فإذا حروف المباني هي الحروف الهجائية والحروف التي تكون بنية وأعضاء رئيسية أعضاء أعضاء خارجية للكلمة خب القسم الثاني من تلك الحروف الحروف نسمى حروف المعاني وهي التي تكون متداولة في في علم النحو هذه الحروف عددها مثل حروف الجارة حروف الناصب للفعل حروف الاستفهام حروف المشبهة بليس وهكذا نحن بصورة مجملة يمكننا أن نذكر هذه الحروف رؤوس الأنواع نقول أقسام الحروف يعني ممكن أن تزيد عن أكثر من ثلاثين حرفا نحن نذكرها على الإجمال هذه الحروف كما يلي حرف النفي وحرف الجواب وحرف التفسير وحرف الشرط وحرف التحضيض وحرف العرض وحرف التنبيه وكذلك حرف المصدرية وكذلك حرف الاستقبال حرف التوكيد وحرف الاستفهام وحرف التمني وكذلك حرف الترجي حرف التشبيه وحرف الصلة حرف التعليل كذلك لدينا حروف هناك للتعليل كلام التعليل وحرف الردع للمنع مثلا كلا حرف الطلب مثلا لينصر ليكتب ليضرب حرف التنوين هناك مثلا نون الساكنة حرف التنوين حرف التأنيث هاء التأنيث مثلا حرف السكت هاء السكت اللامات مثلا معنى اللام السببيه واللام معاني اخرى حرف النداء وحرف العطف وكذلك من تلك الحروف حرف النصب المضارع وكذلك جره وكذلك حرف الامر حرف الحروف المشبهه بالافعال مثل ان وان كان ليت لكنها هذه الحروف وحروف المشبهه بليس وكذلك حروف الجر هذا اذا هذه مجمل من تلك الحروف بصوره آه كليه آه هذا العدد ربما تصل اكثر من 21 من 31 حرفا ولكن كل حرف من الحروف على اقسام قلت مثلاً, مثلا حروف الجر ما يقارب آه 20 حرفا حروف الجر على المشهور 17 حرف ولكن وكذلك حروف مثلا المشابه بالافعال سته احرف وحروف ما المشابه ليس مثلا ثلاثه احرف وهكذا اذا اذا بحثت بالتفصيل ستجد هذه الحروف تصل فوق ال 50 حرفا هذه بصوره مجمله عن تعريف الاسم والفعل والحرف وكذلك اشارة مجملة على على اقسام كل واحد منها ولكن ندخل في ما يقول هنا المصنف يقول لما ذكرت حد الكلمة بينت انها جنس تحت ثلاثة انواع فيما سبق ذكر المصنف تعريف الكلمة ولكن هنا يقول انه ذكرنا تعريف الكلمة انه قول مفرد الكلمة قول مفرد ولكن هذه الكلمة جنس عام عندما تقول كلمة هذه الكلمة تشمل جميع أنواع الكلمات من الاسم والفعل والحرف وما شابه ذلك فهنا جنس تحت أنواع ثلاثة أنواع على عندما يقول ثلاثة أنواع بناء على المشهور بين النحات كما ذكرت سالفا ولكن هناك قول آخر يقول هناك قسم رابع للكلمة وهو الاسم والفعل والحرف والخالفة كما ذكرت الخالفة تسمى خالفة لأنها تخالف بقية الأقسام الثلاثة من حيث عدم وجود المعنى ليس لها معنى هذه الأنواع الاسم والفعل والحرف وذكرنا الآن المصنف يذكر دليل لماذا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا أكثر ولا أقل هنا هو يذكر أنه الدليل هنا الانحصار 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 على قسمان انحصار عقلي وانحصار استقرائي الانحصار العقلي ما يدور المعنى بين النفي والاثبات عندما تقول العدد اما زوج او فرد فالعدد لا يخرج عن الزوجيه والفرديه فيا اما يكون زوجا اما يكون فردا لا نجد عددا انه لا يكون زوجا ولا يكون فردا أو مثلا يكون خارج عن القسمين أبدا إذا الموضوع إذا كان ما بين النفي والإثبات يسمى حصر عقلي أما الحصر الاستقرائي الاستقراء معناه الاستقراء على قسمين تارة الاستقراء التام وتارة الاستقراء الناقص الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات من موضوع معين ليستنتج منها كليا ليكون قاعده ان المتتبع في عالم الحيوانات مثلا عندما يرى انه كل ليجد كل حيوان عنده عند الاجتراء يحرك فكه الاسفل كالغنم والبقر والفرس ومثل الجمل والمعز هذه الحيوانات عند الاجتراء ماذا يعمل أنه يحرك الفك الأسفل لكن من تلك الحيوانات من تلك الحيوانات فهم عندما وجد هذا الحيوان كله أنه تحرك فكه الأسفل فيستند يأخذ نتيجة كلية أنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الاجتراء هذه قاعدة كلية هذه قاعدة كلية بل هناك استثناءات موجودة مثلا كما هو مشهور أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند مثلا الاشتراع عند المضغ وعند مثلا قطع الفريسة عند إذن يسمى هذا إذا بحث شخص ما عن جميع أنواع جميع أنواع الموضوع فنسمى هذا استقراء تام فعند استقراء التام يحصل إلى نتيجة أنه إلى نتيجة كلية قاعدة كلية لكن الاستقراء الناقص لا ليس انه يتبع عن كل عن كل الموارد بل معظم أكثر واغلب الموارد هو يتتبع ويستقرئ ويستقرئ بصوره كليه بشكل كلي عندئذ ياخذ نتيجه فالاعتبار بينهما ان الاعتبار في الاستقراء التام وليس في الاستقراء الناقص لان في الاستقراء الناقص يمكن ان يكون خلاف ذلك لكن في الاستقراء التام يعني بصوره 90% يعني نوع من الاطمئنان والثقه ان هذه قاعده كليه يمكن ان تستنتج منها المصنف هنا قال انه الاستقراء الاستقراء الدليل على الانحصار والتوضيح للاستقراء يقول فإن علماء هذا الفن علم النحو الفن يعني علم النحو تتبعوا واستقرأوا كلام العرب علماء النحو يريدون أن يفهموا أنه عدد عدد الكلمة أقسام الكلمة كم هي فبحثوا حققوا في الكلمات في الحروف في الأسماء في وما شابه ذلك فوصلوا بعد التحقيق وصلوا إلى نتيجة أن الكلمة لا تخرج من أحد أمور ثلاثة إما اسم أو فعل أو حرف ذلك لأنه استقروا وتتبعوا الموارد كل مواد الكلمات العربية سيقول فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع بعد التتبع ما وجد هؤلاء علماء النحو أكثر من ثلاثة أنواع فلو كان يأخذ المصنف نتيجة قل فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه ما دام هؤلاء العلماء لم يجدوا شيئا رابعا فتأكدوا وتيقنوا ان الكلمه لا تخرج عن ثلاثه أقسامين اما اسم او فعل او حرف هنا ملاحظه الملاحظه هي ان المصنف جعل دليل حصر الاستقراء وقلنا الاستقراء على قسمين تتبع جميع موارد الموضوع لأخذ نتيجة ليأخذ كليا يستنتج كليا منها فيجعل قاعدة ومثلا هذا الاستقراء لا ت... لا يكون حتى الاستقراء التام لا يكون آ... على ما على آ... امكان انه الشخص تتبع كل الامور ربما حتى مثلا 90% من المواضيع هو حقق لكن هناك احتمال احتمال اخر لان الانسان يجوز ان يخطا ويغلط ومثلا ما ينتبه لشيء. فمع ذلك هذه هذا الاستقراء لا يكون حصرا عقليا. حصرا استقرائي ولكن لا يكون حصرا عقليا. في حين المصنف ذكر دليل الاستقراء انهم آه انه مثلا الـ الـ انهم تتبعوا لم يجدوا لم يجدوا إلا ثلاثة أنواع لكن في الحصر العقلي آه، هذا دلالته دلالة حصر عقلي أنا أذكر فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب لم يجدوا إلا ثلاثة أنواع لاحظ أنه يقول أنه الفعل إذا كان أداة الحصر حرف إلا إذا كان بعد فعل منفي لم يجدوا تفيد الحصر يقول فلم يجدوا إلا يعني حصرا ثلاثة أنواع لا أكثر فهذا دليل است... است... فهذا است... انحصار وحصر عقلي بحت لا يكون حصرا استقرائيا فإشكال على المصنف يمكن يرد عليه أنه دليل الحصر استقراء ولكن دليل الاستقراء بيان الاستقراء لا يكون هذا البيان لا يكون بيانا للاستقراء بل يكون بيانا للحصر العقلي ولذلك قال فلو كان ثم هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه هذا دليل حصر عقلي وليس حصرا استقرائيا لان في الاستقراء ربما يوجد احتمال على خلاف ذلك هذا الملخص ما يستفاد من ذلك لكن النكته الاخيره يبقى انه قلت هناك قول ثان في عدد اقسام الكلمه انه اقسام الكلمه على اربعه انواع الاسم والفعل والحرف والخالفه هذا الشخص هو باسم جعفر بن الصابر هو يقول انه هذا الكلام الذي يقول ان هناك قسم رابع هذا القسم الرابع موجود ومستعمل ورائج بين بين علماء النحو لكن هم لم يلتفتوا بل غيروا اسم الخالفه الى شيء اخر غيروا الى اسم الفعل مثل ماذا؟ آه اسم الفعل مثل هيهات بمعنى بعد هذا اسم فعلا لزمان الماضي آه ومثلا صه يعني بمعنى اسكت اسم فعلا هذا اسم لكن اسم فعل وكذلك صح مثلا بمعنى اسكت وافن يعني بمعنى في اسم فعل مضارع يعني اتضجر انا من هذا الفعل الشنيع مثلا ف ابن صابر يقول انه هذا القسم يعتبر قسما رابعا قسما رابعا لانه العلماء سموه باسم اسم فعل اسم الفعل الماضي اسم الفعل الامر واسم فعل المضارع فهو يكون اسما فإذا كان اسما فهو قسم رابع لأقسام الكلمة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل <سؤال> محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد